بعد ما انتقينا الفرق الوطنية بشهر كانون الثاني عرفنا مين الفرق الوطنية اللي بتمثل سوريا لاختصاصات الرياضيات الفيزياء الكيمياء علم الأحياء والمعلوماتية. بلشنا تدريب على الطلاب واللجان العلمية اشتغلت معهم واختبارات أسبوعية. وصلنا لليوم اللي هو اختبارات الانتقاء، لازم نعرف مين الفرق اللي بدها تمثل سوريا بالعالمي، لأنه طلعت إعلانات الاختبارات العالمية وصار لازم نعرف مين فرقنا. السنة مثل كل السنة الأعداد نفسها، هي بالرياضيات بيطلبوا 6 أعضاء، بالفيزياء 5، بعلم الأحياء 4، بالكيمياء 4، وبالمعلوماتية 4. ولكن رغبة بأنه يضل في حالة من الحماس عند أولادنا، اتفقنا أنه حيكون في فريق أساسي وفريق احتياطي، حيتدربوا سوا وحيشتغلوا سوا وحيعملوا المعسكر الدولي سوا، لحتى بآخر لحظة يصير في حالة اختبار أو انتقاء جديدة لهم، قد يتم تبديل الأماكن بين الاحتياطي والأساسي. هذا هو الجديد اللي أحدثته اللجان العلمية للأولمبياد السنة. بدنا نتمنى لهم التوفيق. سوية الأسئلة مثل العادة والحالة التنظيمية مثل العادة، نحن مثل العالمي تماما وبنفس الأوقات وبنفس الترتيب وحتى بنفس التنظيم وآليات العمل، لحتى الطالب يتعود على هيدي الاختبارات ويتعود كيف بتصير، ما يكون عنده صدمة وقت بيأديها على المستوى العالمي. هاي السنة أول تجربة إلي بتكون فحص الانتقاء، قدمته يعني تقريبا كانت كتجربة يعني مشان نجهز هاي السنين الجاية هي اللي أقدم على العالمي. طبعا يعني الاسئله كانت مستواها بيتراوح بين الصعب والسهل، بانه كمان مشان يقدروا يعرفوا درجات الطلاب ويختاروا الخمس طلاب هن اللي بدهم يشاركوا بالمسابقات العالميه، سواء كانت عم تنظمها دول اسيويه او اوروبيه. هيئه التميز والابداع صممت لنا منصه مشان نتدرب عليها واختصاصات علم الاحياء، اتاحت لنا كتب، كتاب Principles of Life، هذا كتاب بيتكلم عن المبادئ الاساسيه للحياه، فهو عبارة عن أكثر من 50 فصل، كل فصل نقدم عليه اختبارين وظائف، هدول الاختبارين هني يعني بحددوا قديش الواحد عم يبذل مجهود، قديش الواحد عم يتقدم، هيك عم يقيسوا مجهودنا. بعدين جينا هون بشان نعمل فحص الانتقاء اللي بيحدد مين اللي بيطلع على الفريق العالمي المكون من 4 أشخاص بالنسبة لاختصاص علم الأحياء. كان الفحص يعني مستوى يعني متفاوت طبعا، مشان يعني واحد يعني مشان يقدروا يختاروا الفريق الأنسب اللي يكون يمثل سوريا خير تمثيل. وطبعا يعني كانت تجربة بالأولمبياد بشكل عام تجربة جدا ممتعة، تعلمنا فيها كتير شغلات، تعلمنا كيف نفكر خارج الصندوق، حتى لو نحن ما صرنا فريق فأكيد إن شاء الله السنة الجاي أو البعدة رح نحاول نبذل كل جهودنا ونضاعف كل شيء بنعمله، يعني نعمل كل شيء بنقدر عليه لحتى نصير فريق ونكون خير ممثلين لسوريا. بداية في ناس بتفكر انه التنسيق بين المادتين هو صعب، بس ابدا مصعب. يعني انا اعتمدت منهاج انه يوم معلوماتية ويوم رياضيات، وبالنهاية حتى لما بدرس معلوماتية كأني عم بدرس رياضيات، ولما بدرس رياضيات كأني عم بدرس المعلوماتية، فالمادتين قراب من بعض وبيشبهوا بعض وبفيدوا بعض. وبالنسبة للطلاب فهون كتير عم نستفاد، عم نتبادل خبرات وأسئلة وكتير عم نستفاد من بعض. قدمنا الفحص آسيا والمحيط الهادئ للرياضيات، الأسئلة كانت على مستوى من الصعوبة، وفي جو تنافس كبير طبعا بيناتنا نحن وبين كمان مع الدول الثانية.